الطبيب محمد رئيس جمعية المشهد. احنا اليوم جينا جنود مجندون وراء صاحب الجلالة عبد الحميد رسول الله وراء القضية الوطنية ديال الصحراء المغربية. احنا كنستنكروا هاد التصريحات اللا اخلاقية ولا انسانية من طرف بانكيمون. وحنا جينا هنايا بتضافر الجهود وكل شيء بيد بيد وراء صاحب الجلالة. وحنا الا كنا كندوا من الصحراء المغربية والصدر المغربية حتى كاره، احنا من تضافر جهود السلطات المحلية والسيد رئيس المجلس البلدي وهذا احنا جينا الان كاملين كنطالبوا هذه المسيرة اللي هي سنة.